بين البروسكتا، الفيليه، الشامبينيون، الصوص اكيد يلي رح بترافق كل هالامور. رح ننتقل عن جديد عند الشيف شادي ورشه ملح. احبائي اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم الشيف شادي ظهر بس هيك دقيقه على الشاشه، مطبخنا شيء، قاعدين رايحين جايين، بس عم نحضر لوصفه بتعقد. اليوم رح نشتغل ورح ناخذ افكار كثيره عن موضوع الفيليه. اذا اليوم اشترينا فيليه بقر، كيف لازم نقصه؟ كيف لازم نتعامل مع كل كمان شقفه من شقف الفيليه؟ وان كنا بدنا كمان نطبخها بطريقه انه تكون عندنا رير، يعني تكون عندنا بعض الدم موجود بقلبها، يعني ني بقلبها، او ميديوم ويل، او كيف فينا نطبخها تنقول فيري ويل دان. هيك بعد شوي صغير رح نشوف هالقصص كلها سوا. رح كمان ناخذ فكره كيف فينا نعمل صلصه الفطر البيضة، كيف فينا نعمل كمان صلصة بنية من دبس الرمان بتعقد بتجنن كمان نستعملها مع الفيليه، وكيف كمان فينا نعمل هيك من شوي صغيرة من الخضرة. بس قبل عندي موضوع حشوة البروسكيتا، أو شو بدنا نحط على خبزة البروسكيتا. أنا اليوم جايب كمان البيتزا معي، أو خبز البيتزا اللي حمصناهن. شوي شوي نشوف كيف بدنا نعمل هالخلطة، وفيكم تغيروا نوع الجبنة. يلا واحد اثنين ثلاثة بسرعة تبلش فيها. رح حط من زيت الزيتون أنا على المقلي، ومقطع من البصل، من الثوم، من البندورة، ومن الفلافل الحلوة. ليكوا شو حلوين عندي. لكن عندي من البصل، فلافل حلوة، بندورة، وشوية ثوم. رح بلش أول شيء بموضوع البصل. من بعد البصل دغري بحط معه التومات، وبنطر شوي صغيري. بهالوقت رح اجيب ورقتين من الريحان او الحبق او البازيليك او البيزل. طلعوا هيدي ورقه هون، وهيدي كمان ورقه ثانيه، بعقدوا بجنوا بعدنا كمان رشينهم كمان اليوم بهالطريقه. بنحط شوي صغيره كم ورقه، بنعد للعشره مش اكثر من هيك، يعني ما بنخلي البصله تبلش تحمر، يعني هيك تطلعوا كيف هاللون صارت عم تاخذ اللون الاصفر خلينا نقول. وهلا دغري الفلافله حلوه والبندورات. صار عندنا هالخليط الحلو كله سوا، بعد ما حطينا ابدا من الملح عليه ولا البهارات. بس ناقصنا شغله بعد، اكيد ملح وفلفل، كمون، كزبره، فينا نحط بعد شوي صغيره كمان من زيت الزيتون او اي نوع من الزيوت الثانيه مثل زيت السمسم، اوكي، او زيت الذره، او اي نوع من الزيت النباتي. اذا بدنا هون فينا نبلش نحط انواع من الجبنه. شو ممكن نستعمل انواع من الجبنه؟ عندنا الموتزاريلا اللي هيدي متوفره بكل الاماكن، وكمان الموتزاريلا بدي اقول لكم شغله، الكالوريز الموجوده بقلبها اقل بكثير من اكثر من 80% من الاجبان الموجوده بالسوق العربي، فهيك نحن دائما بنروح على الموتزاريلا، وخاصه اذا بدكم كمان فيكم تروحوا على اللايت، بس انا اليوم ما بدي اروح على الموتزاريلا، اليوم بدنا نروح على الفتة. فباخذ انا جبنه الفتة بهالطريقه، باخذ سكينه حلوه هيك ومنقطع، مش كلها، رح اخذ شقفه، طلعوا كيف؟ رح قطعها مكعبات صغار، واللي رح تشوفوها هلا قدامكم يمكن اول مره هيك بتشوفوه او اول مره تعملوه او رح تعملوه بالبيت، وهو الجبنه فوق النار. وبعد شوي بس ترجعوا لعندي رح تشوفوا هالحشوه قديش رح تصير حلوه، وشقف الجبنة يا غادة، والريحة، وال تصور تصور تصوري. يلا رح نرجع لعندك اكيد حتى المشاهدين بعد شوي، انما هلا رح ننتقل مع ميلاد. ناس وناس، وعلى ما يبدو في كثير اخبار من الناس. صباحا كيفك غادة؟ انت صاحبي انت والفتة؟ يمكن افضل بضل من الموتزاريلا بفتكر. لا لا شايفة جادي عم بيقول الموتزاريلا احسن من ما كل واحد شو المعيار؟ حسب هل معيار الكالوريز ام معيار الطعم بتختلف. شو عندنا اليوم؟ اليوم عندنا مجموعة اخبار اكيد من لبنان، من العالم العربي، وكمان من نجوم هوليوود. بدي ابدا مع اذا بدك نجمة رمضان بامتيازي، النجمة اللبنانية سارين عبد النور، يلي خطفت الاضواء مثل كل سنة. سارين عملت دور حلو بلعبة الموت، والأحلى من هيك أنه قدرت تجسد من خلال هالدور تنتقل لمرحلة تانية تشتغل فيها كتير بفاليو، هي أنه ترفع قضية العنف ضد المرأة
ورح بتتابع هذا الموضوع، رح بتزور قريبا السجون، سجن النساء. يعني عن جد تحية كتير كبيرة لسارين عبد النور يلي من خلال نجاح المسلسل قدرت تستثمره على أرض الواقع، وهذا الشيء الحلو بالفن أنه نقدر كمان نحمل من خلال هي الفكرة أنه عندك كان هالإرادة تكفي. هلا في كتير ممثلين حكيوا عن قضايا بس بعدين ما كفوا. لا، سارين أبدت استعدادها وتم الاتصال فيها من أكثر من جهة لحتى تتابع بهيدا الموضوع. بقى من حييها ومن إلا مبروك وبتستاهل النجاح. وبالنهاية أنا بآمن أنه it's a cycle، يعني لما بتردي كمان النجاح بشغل تاني كمان حيرجع لك يعني نجاح أكبر وأكبر. بس عندي لفت نظر، بتمنى أنه تتفهموا سيرين ويتفهموا كل يلي عملوا ضجة حول المسلسل، أنه لعبة الموت عالج موضوع العنف ضد المرأة، ما عالج، سلط الضوء. لانه ما بفتكر لعبه الموت لانه ما ممكن تكون هيك علاج لقضيه عنف. يعني ما ممكن مره بتتعرض لعنف من خلال زوجها تعمل قصه وتسافر لبلد ثاني وتحب حدا ثاني. بقى بتمنى، يمكن انا حساس شوي اكثر على الالفاظ وصار شوي هون عندنا بالصحافه من بين المجاملات والمغالات بيقولوا انه عالج، ما عالج. المسلسل سلط الضوء على مره زوجها المريض كان يضربها بس ما عالج، لأنه منا معالجة درامية، لأنه ما شفنا أنه لنحل مشكلة الزوج ولا نحل مشكلة الزوجة وآخر شيء الزوج قتل. بقى خلينا بس شوي نكون حساسين فقط لنكون عن جد عن متصالحين مع حالنا ومتصالحين كمان مع القضية بحد ذاتها، ما كتير نغرق. لأنه سارين لعب الدور كتير حلو، الموضوع سلط الضوء اكيد كتير حلو، شابو لسارين، بس مش من باب مجاملات انه هيدا المسلسل يلي عالج قضيه العنف. ما عالج. بدك تشوف مين عم يكتب. ايه؟ يعني كيف عم يختار الكلمات اللي مكتوب فيها. ورده فعل الضحيه قديش، كم مره بتقدر تعمل هيدي رده الفعل؟ يعني كمان تكون حقيقيين، كم مره قادره اذا كانت عم تتعرض من عنف لزوجها انه تعمل؟ فيني اقول لحتى نكون حقيقي، رفع الصوت اكيد، سلط الضوء اكيد، ممكن يكون مؤسس لحراك اكيد أجل. اكيد 100%. سارين تبنت القضيه وهيدا اللي اذا بدك مشكور عليه. بس لاقول انه لعبه الموت عالج موضوع العنف الزوجي او العنف ضد المراه، ما عالج لانه ما كان هيدا يعني ما وصل لنتيجه. يعني بالنهايه ما كان، يعني ما شفنا، يعني ما كان اذا بدك الهدف من المسلسل انه نشوف شو كيف تصرفت هالمراه تجاه زوجها المريض كمان اللي عم يضربها بسبب مرض. وهون ما بعرف، هون انا ما لي حق لاني ما عندي الصلاحيه، بس كمان بدي اعرف في نيوانس انه هل اذا كان الرجل مريض، هل مريض يعني يضرب زوجته من خلال مرضه، هل هيدا الشيء بحطه بخانه ثانيه، خانه المرض او خانه العنيف؟ هيدي كمان، ما هو العنف بحد ذاته مرض 100%. لا بس قصدي اذا كان يعاني من مرض نفسي هالقد قوي، عرفتي؟ مش انه فقط اللي بيضربها لانه في عادات وتقاليد، لانه في بعض الرجال بيضربوا زوجاتهم لانه عادي، لانه المراه لازم تنضرب يعني ببعض مجتمعاتنا. بس بتجوهر الحلو بهيدا حلو بهيدا الشيء. فاذا انه عملها، بقى تحيه لسارين تستاهل النجاح وبرافو انك حملت هذه القضيه لتتابعي فيها. بدي اروح لزميله اعلاميه وشفناها على شاشه الفيوتشر، صار بعملين بالتمثيل، هي ريتا حرب. بدي كمان وجه لها تحيه لريتا، لانه ريتا يلي جايه من عالم تقديم البرامج كانت بكل بساطه هيك ممثله لطيفه هاديه. بقى عن جد لازم كنا نحكي عن ريتا، وخلال كل الشهر ما قدرنا. بقى اليوم من بعد العشق المجنون اللي شفناه على الفيوتشر وقبل كمان باعمال، ريتا عم تثبت يوم بعد يوم انها صادقه بالشيء اللي عم بتقدمه. بقى كمان بدنا نوجه لها تحيه. ثالث خبر عن مايك ماسي. انا كان يعني لي الحظ اني اشوف مايك بمهرجانات البترون، لان هالسنه مايك قدم نهار السبت امسيه غنائيه. لفتني عندك اكثر من ملاحظه رح اقولهم. اول شيء مايك كان كثير مختلف عن كل اللي بيتقدموا بطريقه ملبسه، حتى كان لابس ساندال مثلا، كان لابس جينز، وكان لابس هيك شوميز وفيها هون احمر لذيذ، كان مختلف كثير عن بقيه الناس. اطلالته كمان كانت لذيذه، مع نادره عساف رقص قريبه مع التفاعل مع الموسيقية، يعني قدر يعمل جو مختلف عن الشيء السائد يلي يقدم. عندي بس ملاحظتين، انه تاخر الحفل تبلش، اعتذر مايك، بس او لو اعتذر يعني بين التسعة والعشرة ليبلش الحفل كان فيه، وهيدي عم بيصير بعدة احتفالات مهرجانات. هيدا التأخير ما بعرف. الشغلة الثانية اللي كمان الصوت، كان عندي شوي مأخذ على الصوت، لان صوت مايك لانه عنده تكنيك كثير قوي، كان شوي الصوت عم بيأثر على هيدا التكنيك، ما يبين
بين ما يبين بوضوح، انما الليفت بدي اقوله انه مايك مختلف عن كل اللي عم يتقدم اليوم. قدر يعني، ومتحرر كمان ان كان بحركاته الجسمانيه، متحرر بمعنى انه بيلعب بجسمه كمان مثل ما هو بده، منه كتير هيك كريسبي مثل ما البعض بيكونوا، وقدر يوصل الموسيقى اللي هو بيحبها مع الناس اللي بيحبون، وكان كتير واضح تفاعله مع الموسيقيين ومع الكورال ومع كل اللي حواليه. بنقول له مبروك لمايك، لانه بفتكر انه مهرجان الباترون بياسس له كمان لخطوه ثانيه بمسيرته الغنائيه اللي بلشها كمان بطريقه مختلفه. رح روح لأدال. أدال بالسينما قريبا مثل ما بيقول الخبر، بدور شوي شرير. هلا ما هي حرام يعني. ابدا مش شريره، وعم بتغني الحب وحاله هلا أدال ما بعرف اذا عليك، اذا بتشوفي كيف شعرها هون بالصوره وهيك، ما بتتوقع انه هي من مواليد 88. صغيره كثير كثير صغيره. بس شوي اللوك يلي بتاخده أدال شوي بيعطيها، بكبرها اكبر من عمرها، يمكن قريب من طبيعه الاغاني اللي بتغنيها، ويمكن قريب شوي كمان من حجم جسمها. هلا كلنا بنعرف المقوله الشهيره انه انا ما بغني بشكلي، انا بغني بصوتي، يعني جايين يسمعوا يلي قالته يلي ضجت الدنيا. بس بفتكر كمان يعني هيك أدال شوي مرات كمان باللوك بتزيدها، بتعطي اكثر من عمرها. هي حلو يعني اذا ما بدها تكون هالقد قريبه من الشباب والمراهقين يلي اليوم اكثريه المغنيين مغنيات بيروحوا عليها، على هالفئه تعمل شيء وسط. بدي اقول أدال انه الغت 5 حفلات بالتورنيه اللي كان عندها باليو اس اي بسبب مرض، ما بعرف اذا رح يرجعوا هالحفلات يرجعوا يعني يكون لهم بوقت تاني ام لا. بس ناطرين أدال بالسينما. اخر خبر بده يكون عن توم شدياء. توم شدياء يعني يلي الناس يمكن تعرف اسمه، توم شدياء هو المخرج شهير تبعه كل سلسله ان كان لاير او غيرها من الافلام يلي كثير اخذت ضجه. توم شدياء اللي عم بحكي عنه اليوم لانه اصدر دي في دي بعنوان اي ام. هالدي في دي هو مثل حكايه شخصيه او بيرسونال ستوري له، لانه كان عم يسال ليش العالم هيك؟ ومين مسؤول عن الشيء اللي عم بيعيشه العالم؟ وليش نحن عايشين صراعات؟ الدي في دي كثير حلو، بتمنى يا الناس اللي بيقدروا يحصلوا عليه يشوفوه، ليشوفوا قصه هالمخرج اللي هو من اصل طبعا لبناني، بيو لبناني، وبيو كثير معروف طبعا بسين جود، وقديش كان له عطاءات بهيدا المجال. توم شدياء قال انا حاولت اعمل هالدي في دي او هالدوكيومنتري خليني اقول، ابرم على ليدرز، على قاده سبيريتشوال ومفكرين وادباء بالعالم، واسالهم ليش نحن عم نعيش الصراعات؟ ليش العالم عم بيكون هيك؟ وبيختم هالدي في دي الحلو بيقول انه ان شاء الله، يعني هو في مقوله شهيره انه مين المسؤول عن خراب هالعالم؟ بجاوب اي ام. بقى بيختم الدي في دي بجمله كثير حلوه بيقول يا ريت بيجي وقت بيقول مين اللي مسؤول يخلي هالعالم حلو اكثر، وجاوب انا كمان ب اي ام. الدوكيومنتري كثير حلو، بيحكي عن الصراع بين البشر، بيحكي عن المجتمع الاستهلاكي اللي نحن عايشينه. بنشوف كيف توم شدياء البركي الغني اللي عنده كثير اموال قرر انه يبيع بيوت منه بحاجه لها، قرر يرجع على البسكليت يروح على شغله، قرر انه على طريقته الخاصه هو كفرد بهالكوكب يحمي هالكوكب ويعيش المحبه يلي بيحكي عنها. وبيقول بفكره كثير بسيطه، والحلو اللي لفتني بهالدوكيومنتري يلي مدته حوالي 2 ساعة، بيقول انه قدر يشوف يدخل على السبكونشس مايند تبع الانسان، ويعرف انه نحن مخلوقين مش لنتصارع، نحن مخلوقين لنعيش مع بعضنا ولنحب بعضنا. وفكره الاستهلاك وفكره هيدا كل شيء انت بتكوني اكثر فرديه وبتوصل لهي، هي فكره انزرعت بعقول البشر ويعني بهالمجتمع الاستهلاكي اللي عايشينه، انه انت لازم تحارب لتوصل، معناتها لازم تحارب حدا حدك لتوصل وتدعس عليه وتقفز فوق. وقال انه هيدي منا بطبيعه الانسان. بقى كثير حلوه هالتجربه، بتمنى من الناس يلي يعني مخرج مثل هالقد مشهور وهالقد محبوب يعمل هالدوكيومنتري ويخبر فيه هالنوع من القصص، كان كثير حلو. هيدي أول مرة أنا هيك بلاقي إنه في حدا عم بترجم لي أفكاري على الورق. واو بالدوكيومنتري. طب رح مرق لك إياه تحضريه، لأنه كثير حلو يعني. لأنه أنا دائما هيدي بفكر فيها، إنه اليوم كل واحد عم بينط على الثاني، إنه مين بده يعني ياكل أكثر شقفة، أو مين بده يكون مسيطر. طب ما حدا فكر إنه ليش ما الكل بيقعدوا مع بعضهم وكله بيحكي إنه ليش ما بنوصل لمحل أفضل؟ يعني وايدا فيني اقول بعد جمله لغاده؟ لا ما بقى فيك، انا اخر كلمه لك. تفضل. بيقول بس اللي بيقول انه اذا انت معك، اذا بتفتكر انه مليون دولار بتجيب لك السعاده، هل
مليونين دولار بيجيبوا لك سعادة ضرب اثنين مربع على 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 وهيدا من الأفكار الحلوة كمان يلي برافو. ميرسي لك ميلاد، بنرجع نلتقى فيك السبت إذا الله راد أكيد كمان مرة بريك وبنرجع نتابع.